يا عراق والروح بالدم نبكيك يا عراق والروح بالدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة رافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام سيكون عن تقرير مرصد أفاد الحقوقي، حيث أكد حصوله على شهادات مصورة من ذوي مختطفي جزيرة غرب تكريت 367 مختطف تم اختطافهم بعد العمليات العسكرية في المنطقة في مطلع آذار عام 2016. قال المرصد إن جميع الشهادات التي حصل عليها تؤكد تورط عناصر تابعة لميليشيا العصائب وميليشيا جند الإمام في عملية الخطف بعد طرد تنظيم داعش من المنطقة، إذ جمعت هذه الميليشيات المئات من الرجال والشباب في إحدى مدارس المنطقة. وأخبرت الأهالي أن هناك تحقيقا روتينيا سيجري مع الجميع للتأكد من هوياتهم قبل الإفراج عنهم. بعد هذا تم نقل المخطوفين إلى قاعدة سبايكر العسكرية ثم انقطعت أخبارهم. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام المقطع لوالدة أحد المخطوفين من جزيرة غرب تكريت وهي تروي شهادة عن الحادث، فنشاهد. تكريت وجم الحشيد حررونا على اساس من 2016 بشهر الثالث ب3 قالوا عندكم محاسبه واخذوهم على سبايكر على اساس يدقون محاسبه ويرجعونهم، ما رجعوهم، رجعوا كم واحد كبيرين العمر وذولاك ما رجعوهم، ولحد الان احنا نطالب بيهم ماكو، نريد انه يعني حال يعني ميتين طيبين، نريد شيء نصل لهم. كانت هذه زوجة أحد المخطوفين، استمعتم إلى شهادتها. نتابع الآن حديث والدة أحد المخطوفين من جزيرة غرب تكريت. تكريت جو قالوا لنا ندقهم حاسبة ونرجعها، وراحوا كلهم خذوهم وقسم رجعوهم وقسم ما رجعوهم جزيرة تكريت، وشياب وشباب وما خلى والله يابا كل خذوه، والله بيتك وبيت حت للشيحة أخذوهم البيت وقسم طلعينهم، ومن نروح على الطريق يقولون إن هذا البيت كان أبوي المفقود اللي أخذوهم، يعني أي المفقودين من نريد نطلع على الجزيرة 2016 3/3. أي والله يا يابا علوان ناشط الطيبين يا يابا ترجعونا مالنا، والله يا يابا لا لينا ليل ولا نهار، استغفر الله لا حول ولا قوة إلا. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى حديث والدة أحد المخطوفين وزوجة أيضا أحد المخطوفين من جزيرة غرب تكريت، رقم كبير جدا 367 شخص مختطف على يد الميليشيات المنضوية ضمن الحشد الشعبي في مناطق خلت من داعش، في مناطق كما تسميها الحكومة محررة. لماذا إذن يغيبون بهذه الطريقة؟ أيضا اليوم مشاهدينا الكرام هي إحياء العالم لليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا. هذا اليوم أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010، من كل عام سيكون يوم 24 من آذار هو اليوم لإحياء اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة. نتساءل أيضا في هذا اليوم عن مصير المغيبين والمخطوفين والمعتقلين في سجون الحكومة وميليشياتها، أين الحقيقة في معرفة مصيرهم؟ أين الحقيقة التي يجب أن تخرج بها الحكومة للرأي العام المحلي والدولي للكشف عن مصير هؤلاء المغيبين؟ أعداد كبيرة جدا، يعني مثل ما شفتوا في منطقة واحدة في محافظة صلاح الدين هذا الرقم الكبير، وقضاء الدور قبل ذلك شهد أيضا تغييب أكثر من 300 شخص على يد القوات الحكومية والميليشيات كذلك، ولا يزالون مغيبين، وغيرها من الأرقام الكثيرة، إن كانت في محافظة الأنبار، إن كانت في نينوى، في ديالى، إن كانت في محافظة التأميم، أرقام كبيرة جدا لمغيبين لا يعلم أحد ما هو مصيرهم. تكتشف مقابر جماعية طبعا بين حين وآخر، لكن أيضا يبقى الكثير منهم على قيد الحياة، يتساءل ذوهم عن مصير أبنائهم في سجون الحكومة وميليشياتها. نستمع إلى حديث السيد أبو زينب من السماوة. تفضل يا أبو زينب، حياك الله.
السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد ممكن مناشده من 3 سنوات؟ تفضل تفضل. ما عندكم عرف بالحكومه، ما حد متنفس في البرلمان اي مكان. والله احنا ويا الحكومه ما نتعامل. والله استاذ محمد انا خريج من 2016. نعم. عندي بنات وإلا دور على تعيين. نعم. كانت عن طريقكم عن طريق واحد خي محطوطنا يعيننا. نعم. انت شنو اختصاصك يا ابو زينب؟ انا اداره واقتصاد. والله وليش ما لقيت فرصتك؟ حاولت يعني حسب محمد ما تشوفه 17 سنة طالع. نعم. شفت سير من 2003 زين. نعم. ما عندك واصل تمشي له ضبط الفقير لك الله. حتى تتعين لازم شو تسوي يا ابو زينب اليوم بالعراق؟ لو تدفع فلوس لو عندك ظهر قوي. نعم. ليش اليوم صار حالكم حال الخريجين بهذه الطريقة في حين أنت عايش ببلد غني، بلد المفروض يوفر لك كل اللي تحتاجه؟ يا أستاذ محمد خاف ما ترضى من سببه أحنا سببه أستاذ محمد. شلون؟ 17 سنة صار لنا كل انتخابات 4 سنين انتخبوا نفسهم ورجعوا. غير انتخابات 4 سنين تساهم نفسهم. ليش ما انصفوا هاي الشريحه من الخريجين اللي مفروض الشباب اللي مثلكم هم اللي ينهضون بالبلد؟ ليش نفس الوجوه ده نشوفها كل سنه؟ استاذ محمد مصارع خريجين صار هم 3 سنوات 4 سنوات الظاهر حتى الفقير ما راضي عليهم. نعم. حتى الكاتل الجوع ما راضي عن المظاهرات. والله ملت العالم الله وكيل. أنا أقول لك الله يكون بعونكم يا أبو زينب، وكنت أتمنى أن يكون لنا طريقة نساعدك بيها، بس الطريقة اللي حنقدر نساعدك بيها إن شاء الله هي أنه صوتك يطلع والناس تسمع هذه المناشدة والناس تسمع هذا الصوت، صوت مواطن عراقي خريج من شريحة كبيرة من الخريجين العاطلين عن العمل الذين يعانون ويتظاهرون ويعتصمون يومياً ومظلومون في بلدهم، المفروض هم الأولى من العمالة الأجنبية اللي تجي تدخل للبلاد تشتغل بالشركات النفطية وغيرها من الشركات، أرقامهم بالآلاف أعدادهم ويأخذون رواتب كبيرة جدا، المفروض ابن البلد هو أولى، بدل ما عندنا هذا العدد الكبير من الموظفين الوهميين أنه فعلا يكونون أكو موظفين حقيقيين يقدمون خدمة لهذا البلد. ومثل ما سمعتوا يا تدفع فلوس يا اما عندك ظهر يلا تتعين. من عندنا ابو علي من بغداد. طيب قبل لا ناخذ اتصال ابو علي خلونا بس نوضح لكم قصة السيد ابو علي حتى ايضا هو باختصار حتى هو يطلع يحكي لنا الموضوع. السيد ابو علي مثل ما ارسل لنا اسمه هو يرغب بالمشاركة باسم ابو علي، هو مهدد من قبل ضباط في وزارة الداخلية، تم تلفيق تهم كيدية ضد السيد أبو علي ومنعوا عنا الكفيل ومنعوا عنا الدواء وقاموا في داخل السجن بتعذيبه. خلينا نشوف صور تعذيب السيد أبو علي بعد خروجه من السجن، عرضوها يا شباب لو سمحتوا. مثل ما تلاحظون مشاهدينا الكرام صور السيد أبو علي تظهر أمامكم كيف يعذب أو كيف عذب. شوف الصورة الثانية، هذه أيضا صورة أخرى للسيد أبو علي كيف تم تعذيبه. شوف صورة أخرى، هذه أيضا صورة بشكل أوضح لزاوية مختلفة طبعا. يعني هسه نفهم حقيقة شنو التفاصيل، لكن أرغب أنه تشوفون هاي الصور. أريد أيضا أشوف الصورة التالية، صورة الكتب الرسمية يا شباب. أي نعم، هذه قرار المحكمة بالعقوبة طبعا مثل ما تشوفون، وصورة للوكالة إلى المحامي.
أو المحامية تحديدا مثل ما ذكر. تفضل يا أبو علي حياك الله. حياكم الله أخواني الأعزاء، وحيا الله قناة الرافدين وأبطال قناة الرافدين البطلة. الله يسلمك يبارك بيك. تفضل يا أبو علي، احكي لنا قصتك. أخي أبو علي، العفو أخي أستاذ، أنا في بغداد. نعم. أنا صار اعتداء علي داخل منزلي في بغداد من قبل منتسبين في مركز شرطة تابع لوزارة الداخلية. نعم. المشكلة الاعتداء صار من قبل نسابتي ومنتسبين وزارة منتسبين مركز أكد، اللي مركز أكد واحد من نسابتي. نعم. ووضع لي رمانات بالدعوة داخل بيتي، واتخذ دوريات النجدة وجو اعتقلوني داخل بيتي بدون أمر قضائي. نعم. ونذبيت بالسجن بتهمة 4 إرهاب بالبداية بتاريخ 6/3 من هاي السنة؟ لا، 2020. نعم نعم. القاضي طلعني ثالث يوم كفالة، كان يوم جمعة، يوم الأحد بعدت للقاضي طلعني كفالة 5 ملايين دينار. شلون طلعك كفالة وانت عليك تهمة 4 إرهاب؟ القاضي قال مو 4 إرهاب هاي. طيب. قال هاي مشاجرة عائلية. طيب كمل لنا. ايه، فطلعني يوم الأحد كفالة. طيب. موظف مدني وكفالة 5 ملايين دينار. نعم. بتاريخ 8/3. نعم. طلعني. والله مانعين الكفيل من عندي، ما يخلونه يجيني، نسيبي اللي داخل المركز مع الشرطة. أي. ما يخلي حد يتكفلني. نعم. ظليت 55 يوم داخل السجن والله العظيم. نعم. إلا اجى نسيبي داخل السجن ثاني وأخذ مني 200,000 دينار لمولياء عن السجناء من نعم. داخل السجن. نعم. والطريا 200,000 دينار، يلا طلعت كفالة، يلا طلعت بكفيل، جاب لي كفيل وطلعت. ودفعت 5 ملايين دينار؟ لا، 5 ملايين ما دفعتهن. مو كان المفروض تدفعهن ويا الكفيل حتى تطلع؟ لا لا، بس الكفيل. طيب. بس جا واحد اتكفلني وطلعت كفالة. طيب تمام. من طلعت رفعت دعوة عليهم بالمحكمة. نعم. على هذول الأشخاص. اي. بتاريخ 4/5 طلعت 1/5 هاني من السجن. نعم. رفعت عليهم دعوة بتاريخ 4/5. ظن سيدي يتلاعب بالإفادة. نعم. هو وضابط التحقيق بالمحكمة والمحقق القضائي، ومستعد أقول لك أسمعهم، أنا أظهر قدام الشاشة وأقول لك بأسمعهم والله العظيم. طيب بعد شالوا الشكوى اللي مشتكيها على نسيبي اللي بداخل المركز. نعم. وشالوا الشكوى مال الرمانات. نعم. واتصلت بمكتب الوزير، سجلت شكوى عليهم برقم 130. طيب. رسلت لكم التسجيلات ثاني. طيب. ما وصلتنا طبعا، احنا حاولنا ناخذها منك بس ما وصلتنا التسجيلات. عود اذا حاول. لا، رسلتها لك، جبت لك ارقام دازيل اياها على الخاص، رسلتها عليهم. طيب كمل الموضوع. ايه، فاتصلت بمكتب الوزير وسجلت شكوى عليهم الرقم 130. نعم. وهاي التسجيلات موجوده عندي. طيب. وزاره الداخليه اتصلوا علي يوم 23/5. نعم. قالوا اريد اسم ضابط التحقيق اللي تلاعب باوراقك التحقيقيه. نعم. تروح للمركز مال الشرطه وتجيب لنا اسمه. اي. قالوا من دزوني مكتب الوزير الخط الساخن. نعم. رحت للاستعلامات مال المركز، الله شاهد. اي. رحت للاستعلامات مال المركز، صار اعتداء عليه من قبل نسيبي. نعم. بالاستعلامات مال المركز جابني ذب من جوه داخل السجن. نعم. التهمة الثانية سواها اعتداء على منتسب. نعم. وانذبيت بدون امر قضائي لحد 13/7، من 23/5 لحد 13/7. نعم. بدون امر قضائي. نعم. واخذوني ضموني بغير سجن، اللي هو سجن بغير مكان. نعم. ضموني بي.
ومن داخل السجن اللي ضموني بيه اني انا حصلت على هاتف نقال اتصلت بمكتب الوزير وهم عندي تسجيلات يأكد ابو مكتب الوزير ان انا اتصلت عليه. نعم. من داخل السجن اللي بغير مكان. طيب. بعدين. وهسه هسه رفعت دعوة عليهم من جديد. شلون بس لحظة. 2020. شلون طلعت وراها؟ طلعت بتعهد خطي. تعهد خطي. طلعت بتعهد خطي من. شنو مضمون التعهد؟ سوا ضابط المركز من المحكمة اجي يطلع التعهد خطي. نعم. طيب. تاريخ 17/7 صعدت للقاضي صعدوني للقاضي. نعم. القاضي قام يدق على راسي قال هذا وين كان؟ اي وين كان هذا الشخص؟ وين كان لهسه ما ماخذين افادته؟ ولهسه ما بي اي امر قضائي. طيب. القاضي رفع دعوة على ضابط التحقيق. نعم. القاضي شخصيا هو والمدعي العام رفع دعوة على ضابط التحقيق. طيب. وجرم ضابط التحقيق. نعم. فطلعني التعهد خطي بتاريخ 17/7. نعم. بتاريخ 17/7 ما طلعت، ما طلعوني. ليش؟ ما طلعوني لان نسيبي داخل المركز. نسيبك شنو رتبته؟ شنو رتبته؟ مفوض. مفوض. اي نسيبه. نعم. مفوض بس وزارة الداخلية كلها تخاف من عدته. ليش؟ والله العظيم قابلت قادة وألوية ومسؤولين كبار. يخافون من عنده. يخافون منه والله العظيم، وانا مسؤول على كلامي. اكو احد يوقف بظهره مشترك بحزب، منتمي الحزب، تابع لاحد؟ بالضبط، مشترك بحزب، واللي كان بيه واحد من القاده. نعم. فعذبوني بتاريخ 17/7. طيب. بيوم اللي طلعت بيه الصبح من القاضي طلعني بتعهد خطي، ما طلعوني، ظليت داخل السجن. اي. بتاريخ 17/7 بالليل الساعة 11:30 عذبوني، وهاي صور التعذيب يمكم. نعم. عرضوها يا شباب لو سمحتوا. اي. اي. ف1/8 يلا تنفذ بي التعهد الخطي، ضابط المركز سواه. نعم. وقبل لا اطلع قال لي دير بالك تشتكي علي، انا ضابط تحقيق اكسرك. هي. والله العظيم، والله العظيم وانا مسؤول اطلع. انا الصور تحكي، الصور تحكي. التلفزيون واحكي هذا الشيء. الصور تتكلم يا ابو علي، تفضل كمل. الله يسلمك اخويا. تفضل. فهسه انا قمت عليهم دعوتين. نعم. فقاموا يقول لي هو ضابط التحقيق اللي مدير المركز، يقول لي لو تتنازل عن المجالس التحقيقيه اللي سويتها بالشؤون. لو اصعد الدعوه عليك للجنح. طيب العفو ابو علي، انا اريد اسالك سؤال. اذا كان نسيبك المفوض يخافون منه قيادات كبيره بالدوله بالاجهزه الامنيه، شلون تضمن انه انت الدعوه مالتك راح توصل والدعوه مالتك راح يحققون بيها وراح تاخذ حقك؟ انا ثاق بالله اول شيء، برب العالمين، وثاق بيكم. نعم. وثاق باكو شخص وقف وياي وسندني لان عرف انا بريء. نعم. والمحامين والله العظيم ابطال، ما يخافون من هيك اقزام. ابو علي، انا اريد اسالك بشغله قد تكون حساسه. نعم. وبنفس الوقت احنا يهمنا انه نعرف، تقدر تقول لنا؟ نعم صحيح. هذا نسيبك ينتمي ليا حزب؟ نعم. او يا جهه تدعمه لدرجه انه هو مفوض بوزاره الداخليه عنده هاي الصلاحيات وهاي القدرة؟ والله هو مو بس نسيبه ومنتمي الحزب، بس اللي قلت لك اكو قائد شخص كبير يعني عظيم بالداخلية، كبير وكبير الله. اي. قال انا نقلته بس. أي. اتصل بي نائب ايش قديش كبرا من البرلمان، قال لي رجع هذا الشخص. ورجعته. نعم. ينتمي الميليشيات إجرامية. ينتمي الميليشيات، تقدر تحددها؟ ما أقدر أحددها، ليش أكذب عليك يا أخي العزيز؟ نعم. الله شاهد ما أعرف الميليشيات اللي ينتمي لها. بس نعم. هو شنو؟
اي هذا اللي في رغم ما جاء من جاي اراجع يعني بهاي الوزاره وما شابه اي عرفت انه هو مكسر عقيد دركن العفو عقيد هسه هو صار عميد العقيد اي مكسر عميد له صيته بالداخليه مكسره يعني شلون مكسره هذا اللي في مكسره ملفق له تهمه مثل اللفقه الي نعم ومكسر رجل اخته نعم ملفق له دعوه مال مخدرات وطاح بيها 5 سنين رجل اخته بيها مجال تقول سيد ابو علي الداخليه في العالم تحكي ابو علي بيها مجال تقول اسمه لو الموضوع صعب عليك اسمي لو اسمه هو اسمه هو اسمه هو قلت لك استاذ شوي الموضوع حساس انا خلاص اذا 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 صعب عليك يعني ما طيب اذا صعب عليك خلاص انا لكن حبيت اسالك بالموضوع ابو علي وين وصلت اليوم وانت صار لك سنه من لما اعتقلوك لغايه اليوم وين وصلت بموضوع القضيه مالتك والدعوه القضيه لحد هسه وصل صار لها ما يقارب السنه اي قبل حوالي 10 ايام هيك سويت طعن باقوالي اللي تلاعبوا بيها طيب ووديته للقاضي وظليت واقف عليه واليوم يلا عادوا اقوالي من جديد طيب والمحقق القضائي تعارك وياي نعم ليش يقول لي لا تشتكي على هذا الشخص ابو علي راح اسالك سؤال وجاوبني باللي يعني برايك انت وباللي تقدر عليه انت ما تخاف من ذولا نعم. انهم ياذوك اكثر انا خايف ليش اكذب عليك بس مو كلش خايف منهم لان ضبطت اموري على شيء اكبر طيب يعني التسجيلات والصور والمستمسكات والأدلة نعم. وإفادتي وضعتها بغير مكان وبغير فيس وبغير شغلات طيب وقلت للمقدم فراس اي العفو قلت للشخص اي المشكو قلت له اي تجاوز ارد عليه بالضعف طيب ابو علي صوتك وصل وهاي المناشدة إن شاء الله تكون وصلت للمعنيين وأنا أشكرك طبعا أبو علي من بغداد مثل ما شفتم مشاهدينا الكرام بهذه الطريقة والقصة سمعتوها طبعا ما تحتاج إعادة أنه مفوض بوزارة الداخلية عند القدرة والصلاحيات لأنه مسنود من حزب أو ميليشيا ويتوسطوا له نواب في البرلمان حتى يفكوا من الأزمات أو المشاكل اللي طبيها وأذى رتب عالي عقيد وهسه مثل ما يقول أبو علي هذا الشخص صار عميد تأذى ورتب أخرى من هذا المفوض حتى تعرفون بس إنه العراق شلون دا يمشي عندنا أم أحمد من صلاح الدين تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أنا أم المخطوف أحمد إسماعيل خلاص نعم من صلاح الدين نعم أحبتي ويا خواله ولد خواله ولد خالاته ولد 45 وأهل الشرقاط من الشرقاط؟ وأني من صلاح الدين الشرقاط بس ابني من صلاح الدين أمين انخطفوا؟ انخطفوا اللي أخذهم عدنان أحمد العلي من طريق المخزن تابع لمنو هذا؟ هذا ضابط على الاس بي اس قال اذا تطوعون على العصائب اسوي لكم فوج وتروحون تتدربون بقياره 15 يوم تتخرجون تروحون حمايه لصلاح الدين طيب من 2016 من 2016 شهر 12 امين بالضبط انخطف أو تغير؟ جمعهم هو هذا عدنان الأحمد العلي أم أحمد مقابيل المحزم منين بالضبط؟ مقابيل المحزم سكريت صلاح الدين مقابيل المحزم نعم سيطرة جمعة وجت سيارات منشآت عسكرية سألتهم ومن ذاك اليوم لحد الآن صار 4 سنوات وأربعة أشهر قالوا لهم تتدربون ويا العصائب
قال لهم ويا العصائب دورة 15 يوم تنضمون ويا العصائب وتظلون حماية صلاح الدين. نعم. طيب. أي. ومن ذاك اليوم لحد الآن احنا ما خلينا يعني أحد ما رحنا توسطنا ما خلصنا ما خلينا وما حد يدلينا على ولدنا وأنا عندي هالواحد. نعم. وأختي إدها هالواحد وسبع بنات أعمى وهي صقر. نعم. أم أحمد العصائب سألتوهم تواصلتوا وياهم إنه يعطوكم خبر عنهم الحكومة هذا الضابط ما حد طاكم أي نتيجة؟ ماكو أي نتيجة. الضابط اللي أخذهم هو وابقالوا وراء 10 أيام اختفوا. نعم. أهلهم يقولون اختفوا فهم ما نعرف يعني انهزموا أو طلعوا خارج العراق أو أخذتهم الميليشيات ما نعرف عنهم أي شيء. أم أحمد وظلينا إحنا اليوم أي عيني أريد أسألك شو بدون حرج يعني أتمنى إن شاء الله السؤال ما يكون محرج. ابنك إيش عنده؟ ابنك إيش عنده يروح يتدرب ويا العصائب؟ ابني ما هو هذا قال له ما تدرب ويا العصائب قال عود تنتمون للعصائب وتظلون حماية صلاح الدين وهم كانوا تعبانين وأقطع عوائل وما عندها ميتة من الجوع ماتوا خلال الحصار مال داعش. نعم. احنا نازحين يعني حتى الشجر اللي قصه مود يعني يشتغلون يخبزون يركبون به قاموا يحفرون يطلعون العروق مال الشجر حتى يعيشون اطفالهم. نعم. عندهم اطفال كلهم عندهم عوائل ولحد الان والله العظيم عايشين على الصدقات عايشين على الصدقات لا منظمة ولا حكومة ولا قيم مقام ولا محافظ صلاح الدين وعلى أي أحد سأل فيهم 45 عائلة من قرية. نعم. 45 عائلة من قرية يعني نسوانهم تعبت أطفالهم داحت ولا حد يناشد ولا حد يسأل ولا حد ولا حكومة ولا حد قيم مقام ما سرقاب سأل بيهم. نعم. أم أحمد إيش قد المخطوفين العدد؟ 45 شاب 45 واحد. نعم 45 الزلمة أخذتهم منشآت عسكرية عسكرية. نعم ولحد الآن ما نعرف عنهم أي شيء من 2016 إيه من 2016. أم أحمد رسالتك وصلت وصوتك وصل أنا أشكرك كنت ويانا من صلاح الدين. من عندنا بعد اتصال السيد أبو عبد الله من كركوك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد مناشدة تفضل حياك الله. نسأل على الطيبين عرب كركوك بالذات عرب كركوك أهالي كركوك يا أخي العزيز. نعم. بالآلاف أخذتهم الميليشيات الكردية ولحد الآن من 2016 ما نعرف عنهم ما خلينا مكان ما سألنا عليهم. ناشد بهم محافظ كركوك ناشدت بهم الجبهة العربية سجلناهم حقوق الإنسان منظمات إنسانية وإحنا دائما نخابركم أنتم القناة اللي الوحيدة المتنفس لنا أنه نريد أن تسلطون الأضواء أخوي العزيز أستاذ محمد على الميليشيات اللي أخذت ولدنا يعني بالذات عرب كركوك ترى غدرة والله العظيم بالآلاف. إيش قد العدد؟ إيش قد العدد؟ عندك علم؟ أستاذ محمد أنت تتبعوا كل الجهات اسألوا المجلس العربي اسألوا يعني بالآلاف والله العظيم بالآلاف والله العظيم لحد الأساس أطفالهم وين هم؟ زين ليش يعني احنا ما نريد ندافع عن بقية أخواننا أهل الرمادي وأهل تكريت وأهل ديالة وجرف الصخر دائما الأضواء سلط عليهم وكل دافع عنهم ولكن عرب كركوك مغيبين والله العظيم استاذ محمد ما حد يدافع عنهم والله العظيم زين. انتم دائما قضايانا يا ابو عبد الله كلكم ما من ميز بين احد كلكم قضايانا وان شاء الله دائما نعرض مواضيعكم. نعم ما نعرف وين صار والله العظيم ما نعرف.
الجهات الحكوميه شو تقول لكم يا ابو عبد الله من تتواصلون وياها؟ الجهات الحكوميه حتى بوقت اذكر من حيدر العبادي اخذك القوات الحكوميه ما جت خلق هو داع حيدر العبادي بوقتها قال على حكومه كردستان هناك 5000 وغير يجمعكم يعني وهسه احنا قدمنا لكن لو المحافظ قدم لقائمه 1150 هذه معلنه ورادوهم هسه احنا اريد اجيب يطول الحكومه الكذيه اللي مطلوب خليني ابحث في الحكومه حتى عند اهل عرفوني وين صار طيب مين. ابو عبد الله صوتك وصل، انا اشكرك، كنت معنا من كركوك. طبعا مشاهدينا الكرام نستمر بحديثنا في حلقتنا لهذا اليوم عن المغيبين والمخطوفين والمعتقلين ومعاناتهم داخل السجون والمعتقلات. تسمعون الارقام حقيقه ارقام كبيره جدا، بالالاف في كركوك وبالمئات في مناطق من محافظه صلاح الدين وغيرها من محافظات عراقيه ايضا بالالاف. في يمكن سمعتوا رقم 2016 تكرر اكثر من مره، هو نفس العام اللي اعلن به حيدر العبادي النصر ويتفاخر كان به على داعش. طيب اذا كانت هذه المناطق انتهت من العمليات العسكريه او انتهت فيها العمليات العسكريه وماكو داعش بعد، ليش بدنا نشوف هذا التغييب مستمر لغايه اليوم؟ طبعا لغايه اليوم هناك خطف وتغييب لكثير من العراقيين ان كانوا في المحافظات المنكوبه جراء العمليات العسكريه وان كانوا ضمن وسط وجنوب العراق من النشطاء والمتظاهرين الذين خرجوا يطالبون بحق مشروع ورفعوا كلمه لا لهذه السلطه والاحزاب الحاكمه وميليشياتها. منو عندنا؟ السيد محمود من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمود. محمود نصي. السلام عليكم. وعليكم السلام، نصي صوت التلفزيون لو سمحت. السادة اليوم ولدي 4 سنين ما ندرهم وين. نعم. 4 سنين اليوم ولدي ما ندرهم وين. نعم. منو اللي اخذهم؟ هذا 4 سنين من الموت اخذوهم. من هم اللي اخذوهم؟ اخذتهم كل الميليشيات. ميليشيات. احنا بالمخيم نهارنا هذه هم هم عبروا وردوا هنا وخذوهم. وما خلينا. تروح تراجع ترجع لو فوتك مع بس سجن. نعم. بس احنا نريد نعرف هذا الفارسي الجاينا حتى فل اللي يجي يحكي لنا هذا العامري هذا اللي يقول عاني هذا اللي نعرفه ايراني لو عراقي هذا جاي في العراق البارحه باع عقيد اشترى عقيد صار الشهر يدق عليه لما الماء لما ما خذوا بالمكرابه بالمخابرات نعم دمرنا وهجم بيت العراق لا خلى ضابط عراقي نعم لا خلى مطوع كلها ذبحوها هذا الحزام دمرتنا وروح شوف جرف الصخر كل حرس الثوري قاعد يتدرب نعم كل حرس ثوري قاعد يتدرب ويخرجون حتى السجناء قاعد يدربونهم ويدزونهم على ايران ويدزونهم يدزونهم يدزونهم على سوريا السجناء من كلام ايه هذا؟ هذا ابو بلاجي من ولا المالك الام قالان عندي 5000 عراقي مقاتل هنا هذول كلهم جرفوا الصخر اللي قاعد يتدربون يروح لي من هذا الطلي هذا من البرلمان يرددون من الباب يقول له ارجع لنا على ابوك بدزك ابو سيد محمود سيد محمود نعم من هم اللي اخذوا بالضبط ولدك؟ تعرفهم تقدر تحدد الجهه بالضبط اللي اخذت ولدك؟ ما اقدر انا بالمخيم رديت على مهجمات بيوتي ابني على خذوه انت تبغوا على خذته الميليشيات سلمته الفرقه 16 شوف النوب نعم اطلبوه قالوا حولوه للميليشيات النوب الميليشيات قالوا احنا حولناه للفرقه انا كنت في المخيم جيت من المخيم انقرضوا هذا يوم وذاك يوم ما خليت هسه انا قاعد انا والعيله ناكل خبز ومي لا راتب لا وجبه لا فخام لا فخام لا عامل عندي ولدين شباب كل شيء ما سووه مثل ما سووه هم اول قرض نور المالكي 5000 هذا كذب ابن الكذب
سيد شكرا يا سيد محمود، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. تمالك اعصابك، ممنوع التجاوز لو سمحتم. نقدر انفعال الناس ونقدر الغضب اللي يتملك الجميع. يعني مو سهل على واحد انه ولد الأربعة يتم تغييبهم بهذه الطريقة. بس ايضا مرفوض بنفس الوقت التجاوزات اللفظية مراعاة للمشاهدين، وايضا حتى لا يدنى مستوى الحوار. ارجوكم مشاهدينا الكرام يتمالكوا اعصابكم، والناس اللي عندهم معاناة ارجوكم يتمالكوا اعصابكم. الموضوع يعني احنا طبعا نقدر ونتفهم معاناة السيد محمود من الموصل. عموما السيد ابو قحطان من الانبار، تفضل ابو قحطان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا استاذ محمد حياك الله. يوم 22/2/2016 عندي ابن مخطوف. هيا سيطرة. بس مدى اسمع عليك، صوتك يقطع. بيا سيطرة؟ سيطرة الرزازة. بالرزازة نعم. اي والله سيطرة الرزازة. نعم. من 2016. وجهنا اي والله 2016. نعم. صار له 5 سنين وشهر استعان الله وكيلك محمد، يعني حتى فتنة صارت حزة. عرفتوا وينه؟ حاولتوا تتواصلون؟ عرفتوا شيء عنه؟ والله جاءنا الاستاذ هادي العامري نال الرمل. اي؟ وقدمنا له فضيحات هوايه حواي. طيب. وساعد مع مرتين ثلاثه تبلغ الناس الرافض. حكيت ويا هادي العامري حتى تعرفون مصير ابنائكم يا سيد ابو قحطان؟ هم جم هنا لقاء المغيبين والمخطوفين. نعم. وقلت ما حسبت له بالرمادي. اي. اي. الان وقال يصير خير وما عشتوا. يصير خير؟ هذا من يا سنه يصير خير؟ والله ما اعرف هاي عشتوا ورا تحريج جناب. ايش وقت جاكم؟ في قدمنا فايلات جني على الجبل وين المحافظه؟ راعة هناك تمحم بالوانو قد بلا فايد. اي. وقناة فايلات على ذات وصير خير وهاي. اي. جرتنا ما عرفنا مصيرهم. نعم. ابو قحطان انتوا الله يكون بعونكم. طبعا انا اشكرك للمشاركة ابو قحطان من الانبار، صوتك وصل. خليك بارك الله بك. انا اشكرك يا ابو قحطان. يعني هادي العامري على رأس قائمة المتهمين بتغييب وخطف العراقيين والتعذيب في السجون واغتيال العراقيين والانتهاكات التي جرت في محافظات عراقية مختلفة. أصلا هو متهم بقتل العراقيين من الثمانينات قبل لا يكون هسه بالسلطة وبالمنصب. يعني المحافظة تقدم ملف المغيبين إلى هادي العامري. ما أدري هالمحافظة شلون تفكر، مجلس المحافظة البلدية، ما أعرف يعني هي شنو الجهة اللي أو من هي الجهة اللي قدمت الملف أو أسماء المغيبين لهادي العامري، إنه شلون تفكر إنه تقدم هذا الملف اللي بيه أشخاص هو متهم بتغييبهم وإخفائهم لهادي العامري حتى يلقاهم ويفرج عنهم. عموما علي من ميسان، تفضل. علي من ميسان. السيد علي من ميسان موجود؟ ماكو الاتصال. طيب السيد ابو اشرف من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احنا على مود عندنا رواتب قطعوها من الرعايه. نعم. على مود والله باسم السياره. اي يعني عندك سياره فقطعوا الراتب؟ اي والله قطعوا الراتب على مود باسم سياره، سياره لا بستفاد منها ولا. بس أيوة. بس نص صوت التلفزيون، اسمعني من التليفون يا سيد ابو اشرف. اي نص التلفزيون. نصيت التلفزيون. طيب هاي السياره مالتك يعني لو انت بس مسجله باسمك لو شنو؟ السياره مالتي باسمي. اي
والله ليش بسلك سيارة بتاع الراتب معنا مع الرعاية وما عندنا ما عندنا غير هالراتب وهذه بنقول تفعش عيني. نعم. يعني شنو اللي عنده سيارة بالعراق ما يحق له راتب ما يحق له رعاية يعني ما دافتهم شنو الموضوع؟ لا 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 مجرم. يعني شلون ما؟ اللي عنده سيارة مجرم. هاي. نعم. إيه. فهم قطعوا رواتبنا وصعدوا الدولار وهسه ما بيقدر يشتري سلك الدهن. نعم. اي والله. شلون عايشين يا ابو اشرف؟ والله عايشين على الله، الله اللي بعيشنا. نعم. فاذا هذا يفتحون لنا الطريق بنطلع الاسرائيلي الامني مستعد نطلع الاسرائيلي عشان لنا من هذا البلد. هذا بلدك يا ابو اشرف، هم اللي يطلعون مو انت. والله هم راح يطلعونا. لا. هم اللي يطلعون مو انت يا ابو اشرف، هذا بلدك. هذا بلدي بس راح من عندي. ان شاء الله ما يروح، ان شاء الله ما يروح يا ابو اشرف. يعني الله كريم. انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه، ونقول طالما اكو نفس بعد موجود بالتظاهرات وثوره تشرين ان شاء الله اللي تكمل على خير ما يروح البلد يا ابو اشرف. عمر من الانبار تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ محمد؟ حياك الله، اهلا وسهلا استاذ محمد. يعني واحد يريد يحكي على الحكومه شلون تغرق اللي يحكي يسولف على الحكومه ظالمه يا استاذ محمد. يحكي بس بدون تجاوز، تفضل لك مطلق الحريه. الله يسلمك، يعني ما يخالف انت تو كان يحكي محمود من مصر يعني من حرقه قلبه على ولا الراحل. بس يا سيد عمر يعني ما ترهم انه نسمح للسيد محمود او غيره بالسب والقذف؟ ما ترهم. صحيح والله، بس يعني هو كبير يعني تعبان. صحيح يعني صحيح. احنا يعني نقدر حتى شغل معيشه وغيره، احنا نقدر ونتفهم هذا الشيء والله يكون بعونكم انتم بالعراق. يكفي انه انتم بالعراق بغض النظر عندك معاناه او لا انت دتعاني، لكن احنا ايضا يعني. هذه شاشه وعوائل محترمه مثل حضرتك وغيرك يتفرجون، فما ما يصير انه ننزل لهذا المستوى من الفشار السب والقذف، فارجو تتفهم هذا الموضوع. صحيح استاذي، احنا عندنا ابن عمي مفقود اسمه طارق نادي انفقد سنوات. نعم. اي لحد هاي الساعه ما وين من خالص ما صادرتش. من يا سنه يعني تقريبا ما سمعت السنه، الصوت انقطع. 16 خالص ما صادرت الشعر 2016. نعم 16. اي اللي حد هذا الوقت ماكو. نعم. اي ما دلت شلون بيش حكومه تعبانه، حكومه كارثه، شو تسولف عليها؟ نعم نعم نعمد حالك. سيد عمر أنا أشكرك، الوقت اللي عندنا شارف على الانتهاء، بس وصل صوتك وفكرتك أنا أشكرك. عندنا آخر اتصال ويانا أبو حسين من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي ولد اعتقل من 2017 نهاية رمضان 2017. نعم. اسمه علي جمال قاسم محمود. نعم. واللي اعتقلوا واحد بالاستخبارات موجود محمد طيان الحال حاضر بالموصل. نعم. ومن هذاك الوقت لحد الان ما خليت سجن بالعراق او مؤسسه بالعراق ما مريتها وما موجود، علما انه سويت له مسح ميداني كامل من استخبارات الحمام واستخبارات الموصل وما عنده اي شيء الولد. نعم. شنو التهمه اللي اخذ بها؟ الاربع ارهاب ماكو غيرها، هو السله كلهم اربع ارهاب ما بها اي مجال. نعم نعم. واعتقلوا بعد ما عذبوه بالبدايه اعترف على يعني خلينا نقول عمامه وغير عمامه الى اخره، اخذوهم يوم واحد كل واحد اخذوه منه 60 ورقه طلعوه. وهو نعم. الوحيد ما طلعوه علما ما عندي شيء، يعني سوي له اني مسح ميداني كامل. نعم. اوراق رسميه. وليها سعت الله ما اعرف لاي جهه
صاروا الصبرح. نعم. يعني عشرات يعني أقول لك أحد الأشخاص أخذ مني 7 دفاتر اتهمني 7 دفاتر حق بيت كامل انطيته بس يلقي لي هو واخذ فلوس وما لقاه وغير 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 وإلى آخره وفي هاي ساعة الله أنا ما أعرف إيش السالفة. نعم. إيه فشلون هاي حكومة وشلون هذا وطن وشلون راح نصبح هذا الوطن بأي طريقة؟ ينصلح ان شاء الله يا ابو حسين. انا اشكرك وقت البرنامج لان خلاص بس يعني مشاركتك وصلت وصوتك وصل ونتمنى هاي الاصوات تسمعها الجهات الدوليه اللي دا تدعم لا تزال العراق، اللي بعض الدول الاوروبيه تكتب في تقاريرها العراق بلد امن، والسويد مثال طبعا كتبت في تقرير لوزاره الداخليه السويديه او الخارجيه في احدى السنوات ان العراق بلد امن. الدول اللي تنظر للعراق بانه بلد امن يسمعون هاي عينة بسيطة جدا من المعاناة الموجودة بالعراق، من الناس اللي تعاني، من ذوي معتقلين ومغيبين ومخطوفين على يد الحكومة وميليشياتها. قصة أبو علي من بغداد يعني قصة هي واقع الحال، مفوض وعنده سلطة حتى يمكن على وزير الداخلية وش حد يحكي، وغيرها 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 من القصص واللي استمعتوها طبعا هي شيء بسيط. أنا بس أريد أعتذر للأخوة اللي شاركونا بالرسائل، اليوم ما أقدر أقرأها حقيقة، اليوم مثل ما شفتوا حلقة كانت مليئة بالاتصالات وما كان عندنا وقت. أشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لطيب المتابعة ونلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.